شاب مريض بالبهاق، يخيل إليك من هذا العنوان شاباً يائساً قد تعرض للتنمر ممن حوله وقرر اعتزالهم. ولكن للشاب أنس من قرية عين الحمراء في ريف إدلب رواية أخرى. فقد أصيب أنس بهذا المرض منذ نعومة أظفاره، وما ميز حالته عن سواها بأنها بهاق من الدرجة الأولى، حيث تنتشر البقع البيضاء والسوداء في وجهه ويديه وكامل جسده، كما تحول لون شعره إلى اللون الأبيض وهو لا يزال في ريعان شبابه. وأثر المرض على عينيه فبات نظره ضعيفا. مع كل هذه المعطيات، ما هي برأيكم وجهة نظره تجاه الحياة؟ لم ييأس أنس، بل قرر تحدي المرض وقام بافتتاح استراحة صغيرة على مدخل قريته ليبيع فيها القهوة والشاي والبسكويت، وبأوقات فراغه يمارس هوايته بالرسم أحياناً. كاميرا الفرات زارت أنس لتنقل لكم جانباً من حياته وتكون قصته إلهاماً وتحفيزاً لكثير منكم. أنا أنس الحسن من قرية عين الحمراء، عمري 30 سنة، مواليد 1991. عشت وربيت بهاي الضيعة. بي مرض بهاق جلدي من أنا وصغير، مرض وراثي. معي ضعف نظر والحمد لله رب العالمين. متزوج لي 6 سنوات. سعى الله ما رزقنا أطفال الحمد لله. عايش، فتحت أول ما تجوزت فتحت هاي البسطة استراحة كافية، والحمد لله عايش من وراها. أبيع بيها قهوة وبسكوت وشغلات. الحمد لله يجون لعندي رفقاتي شباب كذا، عايش الحمد لله. يعني صحيح إني بي مرض أو كذا أو شيء، بس الحمد لله ما عاقني هذا الشيء. ظليت إني مستمر بحياتي، إني لازم أكون مثلي مثل الناس، فرد عايش بهالمجتمع. وما قصرت الحمد لله بكوني إنسان أو فرد عايش بهذا المجتمع. واني ما بيأس مع المرض، ولو كان اني واحد قد ما كان، ولو اني بي فتحة امل اني واحد لازم يمشي بيها. والحمد لله الله يسر على كل الناس، وسبحان الله طرق العيش. يعني الله موسعها للناس، مثلا تقدر يصير طبيب الطبيب، ناس تقدر يصير نجار باطون كذا، كل واحد الله بعت له رزقه. والحمد لله رب العالمين. طموحي وطموحي أنا ككوني أنا إنسان يعني عايش مثلي مثل الناس، إني مثلا أمتلك بيت أرض كذا، يعني مستقبل رغيد شوي شوي يصير، إني واحد يعمل مشان يصير. وعندي كمان فطرتي سبحان الله أحب الرسم وأحب المناظر الطبيعية، على أنه معي ضعف نظر وأرسم أنا الحمد لله. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.